فره، حيث اني رجل امن وحيث انه مجرب فارا من وجه العداله، يعني على قولته زحلطا. قسم ما كان قصدي، قسم ما كان قصدي، قسم انه ما كان قصدي. اسكت يا مجرم، لو انت مجرب ما كان هربت من وجه العداله. الخوف طال عمرك هو اللي خلاني اشرد، لكن قسم ان الطلقه زحلطا زحلطا زحلطا. والرصاصه هي اللي هددت ابو سالم وقت الحادث وقالت اني رايح اقتله، ولا زحلطا؟ كلام، قسم انه كلام يا طويل العمر، ولا واحد دجاجه مثلي يسوي نفسه ذيب؟ انا اشهد يا حضره القاضي، اشهد شهاده ان مجرم خطير وحريص في نفس الوقت، وانا رجال شفت تصرفاته في البطحه، وهذا يدل على انه مجرم عريق. قسم يا طويل العمر اني ماني عريق، اني عريكه. يا طويل العمر تراني دجاجه، فطسه، خبزه. خلاص يا مجرم، انتهى الموضوع، حكمت المحكمه عليك بالقصاص وتنفيذ شرع الله فيك، وسلخ جلدك ونتف ريشك وتعليقك في مسالخ البلديه لمده اسبوع. بريء بريء بريء، قسمت بريء. كبده حاجي، كبده حاجي، انا افرض ريالين والراس بخمسه ريال.